الله يرحمك يا حبيبي. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سامحوا يا أخواننا، سامحوا. يا الله. المهم يجري والله يا جماعه.
آخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة الأحباب، في هذه اللحظات العصيبة نودع فارسا ترجل وقامة أن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا دكتور حاتم يا أبا أحمد لمحزونون. لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعتذر من أبنائك، من عائلتك، من إخوتك، أنك فقيد الأمة جمعاء، فقيد الشعب العربي الفلسطيني، فقيد محافظة طولكرم، فقيد أسرتك العتلية الواحدة الموحدة. لروحك سلام يا دمث الخلق أيها الصابر وأيها المعطاء، يا صاحب الابتسامة يا صاحب القلب الحاني. نودعك أبا أحمد ونؤهد الله على أن نستمر على خطاك. نعم، لقد فجعت قلوبنا في هذه الليلة، قد فجعت قلوب محبيك. سيفتقدك المرضى، سيفتقدك قطاع الصحة، ستفتقدك وزارة الأوقاف، سيفتقدك الفقراء، سيفتقدك المساكين الذين لطالما حنوت عليهم ومسحت دمعتهم في شهر رمضان المنصرم. هنيئا لك هذا اللقاء بعد شهر رمضان المبارك. صمت وصليت وأنفقت وقمت وكنت حريصا على الجمعة والجماعة، حريصا على محبة الناس وعطائك. أيها الإخوة الأحبة، في آخر منشور له يحمل هم الوطن، هو ليس فقط دكتور في القطاع الصحي، يحمل هم الوطن، وضع سؤالا يقول في آخر أقواله: ما الفرق بين الاستيطان والاستعمار؟ نعم أيها الإخوة، كنا نطمح أن تعيش بيننا يا أبا أحمد، لكننا نؤمن بالموت. ويا له من فراق مؤلم لئيم. نعم أيها الإخوة، كنا نطمح يا أبا أحمد أن تكنس المستوطنات وأن تعيش لحظات النصر المبين بيننا، لكن الله عز وجل الذي نسلم لإرادته وقدره، الله عز وجل اختارك إلى جواره راضيا مرضيا. أيها الإخوة الأحباب، تنتصر وتعتصر قلوبنا ألما لفراقك يا أبا أحمد، لكننا نوقن أننا كلنا راحلون. الموت أقرب إلينا من شراك أن علنا كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الآن أيها الأحبة، مع كلمة أمين سر حركة فتح الأخ أبو الصامد فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. هذا اليوم نودع فارس الرداء الأبيض الذي ترجل عن صهو جواده ليرحل إلى رفيق الأعلى مرفوفا بملائكة الرحمة إلى جنات الخلد مع الشهداء والنبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. في هذا اليوم نودع الدكتور الإنسان حاتم ملاك، مدير عام مستشفى الزكاة بطور كرم، طبيب الفقراء والغلابة. هذا الطبيب الذي يشهد له القاسي والداني، إنه الرجل الذي جعل بابه مفتوحا للجميع، كان يسمع همومهم ويتحسس آلامهم ويبذل كل جهده إلى مداواتهم. باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إقليم طور كرم، ننعى الدكتور القائد حاتم ملاك
ونتقدم عزاءنا الحار لأنفسنا أولا وإلى عائلته وأسرته وأصدقائه ولا أسرة الأطباء ولا محافظة تركيا عامة. ولا يسعنا إلا أن نقول إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإن على فراقك أبا أحمد المحزونون، ونحن نعلم أننا نفتقدك كثيرا في بالليلة الظلماء ويفتقد البدر، وأننا نعاهدك أن نبقى على ذاكراك وخطاك وأن يبقى صرحك الذي تركته كما كنت تحب أن يكون. المجد والخلود لكل الشرفاء الذين ترجلوا ومعا وسويا حتى القدس والدولة، والنصر قادم بإذن الله. إخوتنا كلمة بسيطة، وإحنا يعني ندفن أخانا أبا أحمد، يجب على وزارة الصحة بهذا الوقت أنه مستشفى الهلال الأحمر أن يفتح ويكون يعني على قدم الوساق بوزارة بأولوياتها، لأنه يحتاج منطقة الشعراوية ومنطقة تركرم أن يكون الهلال الأحمر يعني شغال. وهذا كان يعني شاهد حي أخونا أبا أحمد عدم إسعافه للمسافة اللي كانت من منطقة عتيل إلى تركرم. وشكرا. كل الطبيب تخطفته يد الرداء، يا شافي الأمراض من أرداك. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، إذا حملت إلى القبور جنازة اعلم أنك بعدها محمول. كلمة مديرية الصحة ووزارة الصحة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. بقلوب ملؤها الحزن واللوعة والأسى، ننعي قائدا وطنيا، زميلا صديقا، وأخا عزيزا، ترجل في قمة عطائه، اختطفته يد المنون، ونحن بأشد الحاجة له. إنه الدكتور الحبيب المعطاء، دكتور حاتم ملاك أبو أحمد، مدير مستشفى الزكاة، عضو لجنة الطوارئ الطبية في المحافظة. إن مصابنا برحيلك يا أبا أحمد هو مصاب جلل، فقد كنت قائدا ومعلما وقدوة، كنت علما شامخا وهامة وطنية وعلمية متميزة، كنت مثالا في الانتماء الصادق لوطنك وشعبك ودماثة الخلق وحسن المعاملة. كنت الطبيب النطاسي البارع، وكنت الإداري الناجح المتميز، كنت عنوانا للإنسانية وحب العطاء اللامحدود. لم يطرق بابك يوما أي إنسان إلا وقدمت له يد العون والمساعدة بابتسامتك البشوشة المعهودة. لقد أفجعنا جميعا رحيلك المبكر عنا، ونحن بأمس الحاجة إليك مرشدا وهاديا وصديقا وحبيبا، حيث في الليلة الظلماء يفتقد البدر. ووعدا أن نبقى نسير على هديك، فأنت المثل الأعلى لنا جميعا ونبراسا في العمل المخلص والجاد. إلى روحك الطاهرة الرحمة والمغفرة، إلى جنات الخلد يا أبا أحمد مع الشهداء والصديقين في عليين. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون أيها الأخ والحبيب وصديق الدرب وعنوان المحبة والوفاء. إلى روحك الطاهرة ألف سلام، إلى جنات الخلد ترقد روحك الطاهرة بسلام. كما وأتقدم باسمي واسم الأسرة الصحية في محافظة طولكرم واللجنة الطوارئ الطبية في المحافظة، من ذويه ومن أهالي عتيل الكرام ومن أبناء محافظة طولكرم جميعا بالتعزية والمواساة والصبر والسلوان للجميع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأحبة، باسم أهالي عتيل نشكر كل من شاركنا، نشكر عطوفة محافظ محافظة طولكرم، ونشكر ممثل دولة رئيس الوزراء وزير الأوقاف عطوفة الأخ الوكيل حسام أبو الرب، وأركان وزارة الأوقاف الذين هم بيننا وهم يعيشون المرحلة، وهم إخوة
بفعل وبالحق والحقيقة للدكتور المرحوم الفقيد. ندعو الله عز وجل أيها الإخوة الأحبة أن يتغمد الفقيد أبا أحمد بواسع رحمته، وأن يجزيكم خير الجزاء كل باسمه ولقبه ومدراء الأجهزة وكل الإخوة والأشخاص الذين شاركونا مصابنا هذا. وهنالك كلمة شكر من آل ملاك أيها الإخوة الأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، إنه الحقيقة التي يعلمها كل كبير وكل صغير، إنه الحقيقة التي يعلمها كل عالم وكل جاهل، إنه الحقيقة التي يعلمها كل غني وكل فقير، إنه الموت. إخواني، في هذه اللحظات نودع أخا عزيزا علينا، كان ناصرا للضعفاء مساعدا للمحتاجين، لم يسأله أحد يوما ورده، لم يطلب منه أحد مساعدة وفشله، لم يطلب منه أحد أي مساعدة ورده. يا إخوان، إخواني، لا أحد يخلد، ولو كتب الخلود لكتب لحبيبنا محمد خير الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نملك إلا أن نقول كما قال ربنا: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا حبيبنا لمحزونون. إخواني، أستذكر في هذه اللحظات يوم العيد جلس في مجلسنا كما يجلس كل عيد، وتعلمون الظروف، ولكنه أصر على صلة الأرحام. قالها لي، قال: إن الرحمة تنتظرنا أن نزورها، فلما لا نفرحها؟ فقد كان واصلا لرحمه. إخواني، باسم أبناء الفقيد وإخوانه وأبناء عمومته وأنسبائه وأقربائه وعموم آل ملاك، وباسم أهالي عتيل، نشكر لكم سعيكم هذا ووقوفكم معنا في هذا المصاب الجلل، كما ونخص بالذكر إخواننا القادمين من خارج هذه البلدة الذين نعدهم أهلا لنا، ولو لم يكونوا كذلك لما حضروا. إخواني، كلمة أخيرة: من كان له حق أو دين على الفقيد فليراجع إخوانه أو أبناء عمومته أو أي واحد من آل ملاك يلبي حقه. كما وأبلغكم بأن بيت الأجر في جمعية عتيل الخيرية لمدة يومين ابتداء من عصر هذا اليوم. بيت الأجر في جمعية عتيل الخيرية لمدة يومين ابتداء من عصر هذا اليوم. اللهم إني داع فأمنه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم اغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازه بالحسنات إحسانا، وأنت تعلم إحسانه يا الله، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم تقبله من الصالحين، اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نشكر لكم حضوركم هذا مرة أخرى، وشكر الله سعيكم وبارك الله فيكم. إخواننا الكرام، ضيوف من خارج البلدة توجهوا إلى الجمعية فنجان قهوة للغداء إن شاء الله. نشكر الجميع منطقة شهداء عتيل إقليم تكريم، نشكركم جميعا، وندعو الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتكم يوم القيامة.